مشيت الشيعة من ورا نعش الإمام. لا والله أريد من عندك صوت أرفع. وإذا موسى بن جعفر عزيز على قلبك وين ما عندك طاقة طلعها على جنازتها الغريب. ما حلى مشية الشيعة من ورا نعش الإمام. هلا 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 بالأصوات. كاشفين الروس جملة من الشر سود الأعلى. النساء جزت شعرها والزلم تضرب لها على إمام بالسجن ميت ولا حد غمض. تعتبون علي واحد يمكن من عندكم يعتب علي. يقول يا شيخ ياسين وديتنا إلى الكاظمية وكربلاء قريبة ما تودينا إلى كربلاء. خليتنا نشيع جنازة باب الحوائج وذيك الجنازة اللي بكربلاء ما نشيعها. منو من عندكم يريد يروح كربلاء؟ حاضر بالخدمة. عن غريب الغاضرية وين راحت شيعته؟ ليت حضره وقبل ما الخيل رضت جثته. بيت الدعاء انت ما تخليني اكمل لك شو اسوي؟ ما تقدر تسمع اكثر. بيت اقراه واختم. كل ميت اذا من مات ياه تصير زلزاله. ناس تفصل اجفانه وناس تجيب شياله. بس تجهيز ابو السجاد يدوس الشمر بالعالم.